وي لاف يو. وانا عايزه يعني في اخر هذا التسجيل اللطيف اعزمك على العشاء واعمل لك ملوخيه. تحب الملوخيه؟ لا ليه؟ It's good for put the stamp. هي كويسه عشان نلزق بيها الطوابع بتاعت الجوابات. But don't worry, it's gonna be an honor for me. It's gonna be a pleasure. بس هو شرف لي انك تعزمي على العشاء طبعا. انت هتشرف؟ نو فورجيت. هتشرفني اني واي. Thank you so much for being with us. And foi um prazer muito grande conhecê-la. وكان شرف كبير لي اني اتعرف بحضرتك. نوكا تيني كونفرسات كون هيلا. وكان سمع عن حضرتك بس اول مره يقعد يتكلم معاكي. نو سون بالابراس سو para ser. هي مش كلام بس عشان يكون ظريف او لطيف. هو دايما بيقول اللي في مشاعره اللي حاسس بيه. اي بورتانتو. Foi de facto prazer e uma honra. فكان شرف لي longa entrevista. الانترفيو الطويل طويل ده. E pronto, uma longa vida para ela. واتمنى التوفيق والحياة المديدة. حضرتك. ومستعد ياكل اي حاجة ما عدا الملوخية. اوكي حاضر. هات يا ابني كشك.